السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أم سارة. وبإذن الله النهاردة هي مش ورشة وشغل والكلام دوت، لا هي معلومات بس ليس إلا. أي حاجة بخلصها بقول أي تفصيلة بسيطة ممكن تفرق معاكي. ممكن عندك حبة خرز وعايزة تشتغلي الفانوس، عايزة تشتغلي حاجة زي ده وانت مش عارفة هياخد معاكي قد إيه، فأنا هنا بقولك أوزان الفانوس وهقولك عدده وهقولك مقاس الخرز وهقولك إنك لو عايزة تكبريه او تصغريه. احنا قلنا دايما قاعده ثابته كده، عايزه تكبري الحاجه كبري مقاس الخرز، عايزه تصغري الحاجه صغري مقاس الخرز. طيب انا ما عنديش غير هو الخرز ده، وعايزه الفانوس يا ام ساره زي فانوسك بالظبط بس اصغر. لا انا ما عنديش غير الخرز ده وعايزه فانوسك يا ام ساره زي ده بالظبط بس اكبر. هنقول ايه دي وهنقول ايه دي، دي هتشتغل ودي هتشتغل وبنفس المقاس وبنفس الورشه بس بحاجات بسيطه خالص هتغيري في الورشه بس. طيب هنا دوت مقاس 10 ودوت مقاس 12، نفس الورشة دي هي الورشة دي. الفانوس ده انا منزلة ورشته كاملة للي عايزة تشتغلها بالتفصيل، يعني اسمه فانوس البومبيه اللي عمرها ما راحت عليه. انا سميته كده ليه؟ حلوة القافية، فانوس البومبيه اللي عمرها ما راحت عليه انا سميته كده ليه؟ علشان خاطر من اول ما بدينا الشغل انا بقالي 11 سنة بفضل الله بشتغل الخرز، وده اول فانوس عملته قاعد زي ما هو يعني بفضل. لا مش ده اول فانوس عملته، يعني مش الخرز ده، يعني اول فانوس اول موديل عملته كان هو ده. ومهما مرت الايام ومهما زادت الفوانيس وطلعت اشكال جميله ما شاء الله، في ناس ما شاء الله تعمل حاجات فوق الرائعه، يرجع ده بردك هو الاساس عندنا زي الكروشيه بردك عمرها ما راحت عليه، مهما جاء عليه حاجات ويروح ويجي يرجع تاني هي الموضه بترجع كروشيه بردك، واللي سي برده اشغال يدويه كتير حاجات زمان كلها بترجع دلوقتي. طيب يلا بينا نشوف هنعمل ايه ونشوف الاوزان. الاول ده وزنه، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، لا هنتعارك مع البتاع ده، هوقف طيب لغايه ما اظبط بتاع الميزان اهو. الحمد لله اشتغل. نشوف الوزن هنا، بسم الله، 300 جرام. يبقى الفانوس ده مقاس 10 اهو عامل 300 جرام. طيب تعال نشوف مقاس 12، الخرز دوت مستورد والمصري مش هتفرق عنه، بس المصري ممكن لو عملتيه هيبقى اقل شويه في الوزن. دوت 438، يعني هنقول 440، يبقى فرق 140 جرام بين مقاس 10 ومقاس 12. هنا فرق 140 جرام بين ده وبين ده. طيب يلا بينا نشوف هنعمل ايه لو انا عايزه اصغره او انا عايزه اكبره هعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، الاول اقول لك ورشته في السريع. اللي عايزه ورشته انا منزلاها كامله، انا قلت ولا ما قلتش؟ يلا ما علينا، انا لو ما قلتش يعني اديني بقول، منزلاها كامله على القناه عندي خرز وكريستال ام ساره فانوس البومبيه اللي عمرها ما راحت عليه. طيب اول حاجه انا اشتغلت 11 سداسيه وقفلت بال 12، وبعديها 5 على 2، 4 على 1 مرتين، 5 على 1، اي حاجه تحبي تضيقيها اشتغلي 5 على 2، اي حاجه عايزه توسعيها اشتغلي 5 على 1، يبقى الخمسة معايا عامل مشترك، اوسع على 1 اضيق على 2، ربنا ما يضيقها علينا يا رب، لا دنيا ولا اخره. ماشي، يبقى 12 سداسيه خماسي على 2 رباعي على 1 مرتين. عايزه الفانوس يديك ارتفاع اكتر، تعالي بقى اقول لك عايزه تزودي، عايزه تكبريه، عايزه ارتفاع اكتر بنفس مقاس 10، الدور الرباعي ده العبي فيه زوديه دورين 3 4 انت وراحتك. لا ده انا عايزه مش الرباعي لوحده، انا عايزه كمان القعده اكبر، خليه السداسي دوت بدل ما هو مره مرتين اهو، 2 سداسي اهو كانه يعني اشتغلت مرتين. لما تشتغلي الدايره السداسيه هتعملي ايه؟ هتشتغلي كمان دايره فوقيها. اول حاجه خالص في البدايه لو انت عايزه تكبري يبقى هتعملي ايه؟ ال 12 سداسيه دول كتريهم، اشتغليهم 14 زي ما انت عايزه. عايزه تصغري ال 12 السداسيه دول اشتغليهم 10، يبقى كل اللي هقوله تكبري بيه عكسه هتصغري بيه. انا عايزه اكبرهم بان ال 12 سداسيه بنفس مقاس الخرز اللي انت عاملاه سواء 10 سواء 12، اللي هيتقال هنا هو هينطبق هنا. عايزه تكبري ابداي السداسيات عددها اكتر، عايزه تصغري اللي عدد السداسيات، عايزه تزودي ارتفاعه تكبريه زودي السداسيه دي من اول ما بديت السداسيات بتاعتك اديها كمان دور سداسي على 2، عايزه تصغري ما تعملهوش اعملي واحده بس،
يبقى الخماسي على 2، هنا بزود السداسي على 2، قلنا خلاص خماسي على 2، رباعي على 1، قلت لو عايزه تزودي الفانوس اديله ارتفاع اعلى هتزودي الرباعي على 1، الخماسي على 1 ما فيهاش لعب، الخماسي على 2 ما فيهاش لعب، سداسي على 2 الدور دوت انا عايزه الفانوس ارتفاعه اقل، اعملي دور 1 بدل 2، عايزه ارتفاعه اكتر اعملي 3، اعملي 4، بس يعني المفروض يكون في نسبه وتناسب، ما تدينيش الفانوس تعملي 4 أو 5 هنا يبقى كل ده طويل كده وبعدين ترجعي تعملي دوت، يعني خليها كده حاجه بالمعقول يعني في الوسط. يبقى خلاص هنا في سداسي على 2 مرتين، سباعي على 2 ما فيهاش لعب ما فيهاش كلام يا جماعه، خماسي على 2 وسداسي على 1 بالتبادل بالتبادل. اما تيجي عايزه تشتغلي ومش عايزه تتلخبطي، اما تحطي السداسي السباعي على 2 اول حاجه بتحطي خرزتين وبعدين حطي خرزه لون تاني وبعدين حطي خرزتين، هتعرفي ان والدور اللي بعديه هيبقى خرزه من نفس اللون اللي انت طالعه منه وبعدين الخرزه لون مختلف وبعدين خرزتين وهكذا، عشان ديت هتديكي ايه؟ هتعرفك ان انت هتشتغلي على دي هي اللي في النص، هي دي الواحده اللي هشتغل عليها السته، والاثنين اللي دايما بقول الاثنين اللي ماسكين ايد بعض اللي تحتيهم واحده دول اثنين ماسكهم ام، كل اللي كنت بعلمهم بقول لهم دي وهم بيفتكروا بيها، الاثنين دول احمد ومحمد امهم اللي تحتيهم ماسكاهم ماسكاهم بايديها الاثنين، احمد ومحمد بشتغل عليهم مع بعض، لاني لو فرقت احمد عن محمد واشتغلت في نص الشغل الام هتدعي عليكي دعوه تبوظ لك شغلك كله، فاتقي دعوه الام. دايما كل اللي بعلمهم كانوا بيفتكروا بالحته ديت. يبقى السباعي على 2 هعمل واحده في النص عشان اشتغل الدور اللي بعده، سداسي على 1 وخماسي على 2، سهلي على نفسك اعملي السداسي لون واحد والخماسي حطي واحده مختلفه والسداسي هيبقى اللون نفس اللون. يبقى السطر ده خلاص خلص، خماسي خماسي على 2 وسداسي على 1 بالتبادل. السطر اللي بعده هشتغل مره على 1 برده ومره على 2 على 3 اهي، مره على 1 هو انهم فيهم اللي باينه اكتر، هي دي اللي باينه اكتر، الواحده اللي هي بتاعت السداسي مش احنا تحت عملنا واحده لون مختلف نفس اللي فوقيها بالظبط، هتبقى هي دي اللي هشتغل عليها دور خماسي على 2، وبعديها هتلاقي 2 3 مع بعض. انا بقول دايما ايه، ده راجل كده واقف ورافع ايده الاثنين بيدعي ربنا سبحانه وتعالى، فهنخلي الثلاثه اللي مع بعض هحط عليهم، لو ببدا بيها هي بس ومفيش يمين ولا شمال اي حاجه يبقى هحط عليهم 3، واللي بعديها خماسي على 1 واللي بعديها سداسي على 3 بالتبادل، يبقى مره خماسي على 1 وسداسي على 3، بعد كده سباعي على 3، انهو 3 برضو نفس الراجل اللي رافع ايده الاثنين لفوق، يبقى الراجل ايه راسه هي اللي تحت وايده الاثنين يمينه وشماله هما اللي مرتفعين لفوق، ما تاخديش اي 3، هما الثلاثة دول اللي هيتاخدوا. بعد كده سداسي على 2 مرة او 2، عايزة تكبري الفانوس زودي، عايزة تصغري الفانوس قللي. بعد كده خماسي على 2 بضيق، رباعي على 1، عايزة تزودي الفانوس زودي الرقبة، رباعي على 1 اعمليها مرتين 3 زي ما انت عايزة. وبعد كده الايد، عايزة الايد تشتغليها رباعية اشتغليها رباعية، بس انا اكتفيت اني احطها كده، وباذن الله ربنا يرزقك يا رب، اللهم امين، يرزقنا واياكم الرزق الطيب الحلال الحسن، وما تنسوش اي حاجه طول ما انتوا قاعدين سبحوا وكبروا، يعني خلوا دايما الشغل اللي احنا بنعمله سبب لذكر ربنا سبحانه وتعالى، انت قاعده فايقه كده مع نفسك اذكري ربنا سبحي كبري، باذن الله باذن الله ربنا يرزقنا واياكم حسن الخاتمه ويرزقنا يبلغنا رمضان، وان شاء الله باذن الله اشوفكم في حاجه جديده باذن الله، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.